يلا بلش. قولي لي يعني وين تسوي؟ يلا مسجلتك. ايه لحظه لحظه اسلم ولا عادي عادي اللي تبيه. عادي عادي اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظه وي 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 ابوي لا اتكلم هي اوكي اوكي نو بروبلم. اسمي فيصل حقان. علاء عبد العزيز الماجد. معاكم روان نصف. عبد العزيز الجمعان. مريم الضامر. عبد الله عوض العنزي. ريم عيسى المعتوق. حسين عبد الله. مواليد 1987. مواليد 1989. من مواليد 1982. مواليد 1983. مواليد 1992. 1987. مواليد سنة 1984. مسابقة البحوث مسابقة سنوية تنزل في ديوان المحاسبة، عادة يتم طرح فيها من 3 إلى 5 مواضيع تهمنا كموظفين في ديوان المحاسبة. المواضيع متنوعة وتلامسنا كعاملين في الديوان، من ناحية مثلا جودة التدقيق، من ناحية مثلا الحوكمة وغيرها من المواضيع. شاركت في مسابقة البحوث للعام 2014، وبذاك الوقت ما حالفنا الحظ وما فزنا في أي مركز، ولكن هذا كان إصرار أن نشارك في مسابقة اللاحقة، وشاركنا في عام 2015 وحزنا على المركز الأول في موضوع دور الديوان في فحص نظام الرغبة الداخلية من خلال دليل التدقيق العام. شاركت في مسابقة البحوث 17 لعام 2016 في الموضوع المتعلق في العجز الميزانية العامة للدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط المواجهة والتحديات. شاركت في مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة الثالثة، وحصلت على المركز الأول من فئة البحث الجماعي. تجربتي في المسابقة شاركت مرتين، مرة في 2013 وكان الموضوع عن المصادر الاستثمارية، ومرة في 2015 وكان عن دور تكنولوجيا المعلومات في رفع جودة العمل الرقابي، وحصلت على المركز الأول في هذه المشاركة من ضمن فئة البحوث البحث الجماعي. التجربة أثرتني بعدة نواحي، تعلمت أسس البحث العلمي بالطريقة الصحيحة، والموضوع هذا فادني لاحقا في دراساتي العليا. أضافت لي المشاركة في مسابقة البحوث تنمية مهارات البحث العلمي، مما له الأثر على الارتقاء بمستوى الفني والمهني للعمل الرقابي. ساهمت هذه المشاركة في تطوير مهارات إعداد التقارير الخاصة في الديوان، وكيفية ترجمة منهجية البحث في التقارير التي يقوم الديوان بتكليفنا بشكل رسمي أو من خلال الجهات الرسمية الأخرى في الدولة. إذا كان عندي موضوع معين أو جهة جديدة راح أخذ وقت أساس أني أتعرف عليها، الحين اليوم عرفت أنا شلون أستخدم مصادر المعلومات، فالوقت راح يصير عندي أقل، فراح يساعدني في تنفيذ الخطة التشغيلية لخطة التدقيق. على الصعيد الشخصي ساهمت هذه المسابقة في التعرف على بعض المفاهيم الاقتصادية التي تختلف جزئياً عن المجال العلمي المختص فيه، في معرفة مثلاً الميزانية العامة للدولة وكيفية قراءة الميزانية العامة للدولة وما هي الأهداف والاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية للدولة من خلال قراءة هذه الميزانية. لاحقاً أيضاً استعملت البحوث اللي شاركت فيها وعرضتها في مؤتمرات لاحقاً مثلت فيها ديوان المحاسبة، فتجربة مسابقة البحوث يعني كانت تجربة مميزة بالنسبة حقي. المشاركة هذه ضافت لي على الصعيد الشخصي هي مهارة القراءة التحليلية، اللي من خلالها أنا أطلع على وجهة نظر الكاتب أو المؤلف وأفهم وجهة نظره وأنقد هذه الوجهة سواء بالإيجاب أو بالسلب مع تقديم البراهين. شاركت بالعديد من المشاركات الخارجية وكانت وايد مهمة بالنسبة لي. التحقت شهر مارس الماضي في برنامج زمالة المدقق الدولي اللي انعقدت في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن دي سي. كان عندي مشاركة خارجية بالمكسيك، كان الكل رافضها لبعد المسافة المكسيك، ولأن البنات كانوا يستثقلون راحة المكسيك. أنا كنت بظروف صحية غير جيدة، لكن قلت خلني اقتنص الفرصة واروح لها، لأن كان فيما يخص موضوع الحوكمة اللي أنا كنت مشتغلة فيه وأحتاج أن أطور مهاراتي فيه. بما أن مورغان ستانلي من أكبر المؤسسات الاستثمارية والمالية، الخبرة اللي اكتسبتها من انضمامي للبرنامج التدريبي في مورغان ستانلي أتاح لي الفرصة على أني أتعرف على أبرز المستجدات والأدوات الاستثمارية الجديدة،
وشنو هي المخاطر اللي تتزامن في التغيرات السياسية الحالية؟ خلال هذا البرنامج استفدت صراحة استفادة قصوى على الصعيدين الشخصي والمهني. على الصعيد المهني فادتني وايد مشاركات الخارجية بتطوير آفاق معرفتي، تعرفت على أساليب عمل رقابية جديدة ومميزة ممكن أستفيد منها في التطبيق العملي في بيئتي الحالية لأزيد من جودة وكفاءة عملي ومخرجاتي. تعلمت طرق ومنهجيات التدقيق في 14 دولة اللي مشاركة في البرنامج، والبرنامج كان عبارة عن كورس مدته 640 ساعة دراسية مكثفة عن المحاسبة والتدقيق على أيدي دكاترة مخضرمين في هذا المجال، فلكم بس التصور كمية الاستفادة اللي أنا استفدتها خلال 640 ساعة اللي كانت عملية ونظرية. كما استفدت خبرة رقابة الأداء، أنا في ديوان المحاسبة مثل ما أنتم عارفين مدقق مالي، فما عندي خبرة كبيرة في رقابة الأداء مارستها، وأحس أني اكتسبت خبرة لا يستهان فيها في رقابة الأداء واستمتعت جدا فيها. على الجانب الشخصي تعرفت على الكثير من الشخصيات المختلفة، قويت مهاراتي في التواصل والاتصال، تعرفت على أساليب وطرق جديدة ومهارات اتصال جديدة، وتعرفت على مشاكل المدققين في الدول التي زرتها، ومن خلال هذه المشاكل طوعت أساليب عمل جديدة تفيدني في حل المشاكل التي تواجهني في الحياة اليومية. استفدت أن أنا تعرفت على 14 شخص من 10 دول مختلفة، تبادلنا ثقافاتنا وربطتنا صداقة جدا جميلة، وصنعنا العديد من الذكريات في خلال 5 شهور اللي قضيناها مع بعض. تعرفوا وايد على الكويت اللي كانوا ما يعرفونها، تحسنت صورة الكويت. من عقب روحة المكسيك في 2 من الشخصيات المكسيكية اللي تعرفت عليهم هناك دخلوا الإسلام من بعد رحتي للمكسيك، وكانوا والحين أمنية حياتهم أن يجون يزورون الكويت ويزورون مكان عملي اللي وصلني المكسيك وخلاهم يتعرفون على ديني وعلى ديرتي. اكتسبت مهارة الاعتماد على النفس، تدبير الأمور خارج الدولة طبعاً من غير مساندة الأهل والأصدقاء، يعني كان هذا أول مرة أني أكون فيها لمدة 5 شهور برا الكويت، فاستفادة كانت جداً كبيرة. طلعت هذه التجربة الحمد لله والفضل يعود للرب سبحانه وتعالى أفضل تجربة خارجية لي بحياتي كلها، من أول ما تخرجت من الجامعة ليومنا هذا كانت أفضل تجربة بحياتي على الصعيد المهني والشخصي. حاصلة على شهادة الماجستير في القانون العام، رسالتي كانت النزاهة والشفافية مفاهيم حديثة لمناهضة الفساد. خلصت الدراسات العليا في 5 كورسات 2.5 وتزامناً مع الوظيفة. حاصلة على ماجستير في هندسة الشبكات اللاسلكية من جامعة الكويت. من بعد الماجستير زاد وعي القانوني أكثر لأني تعمقت في القانون وزادت قدرتي في استنباء البيانات والبحث والتدقيق. واحد اللي يكمل دراسات عليا يتيح له شغلة اللي هي توسع الفكر والنطاق في الدراسة في البحث عن المعلومة أكثر بوايد من اللي هو شنو بس أدرسه وشنو المفروض يشتغل فيه. فصعيد المهني هني عندي بالديوان المحاسبة صار إذا عندي ملاحظة ولا معلومة ببحث عنها ما عندي ليمت حق السكوب اللي أنا ممكن أدور فيه أو الحدود اللي أنا ممكن يعني أتقيد فيها أو البروتوكول اللي ماشي عليه الدوام نفسه. الماجستير أعطاني دافع أني أطور من نفسي أكثر وساهم بشكل كبير من تطوير مهارات البحث والتواصل عندي، فصار عندي بعدها لأن الدراسة نفسها تعطي يعني يعطونك الطلب وبس بحثي بروحك عن المعلومة وأنت دبري نفسك فيها، فصرنا احنا نشتغل بالدوام ما نتقيد بوين نحصل المعلومه، لا اعطيتني شنو المفروض اني انا اسوي خلاص انا اعرف شلون ادور ريسورسز ولا شيء عشان احقق النتيجه لها. الشغله الثانيه صارت التقارير اللي احنا نكتبها اكثر مهنيه، يعني مو بس انا بكتب والله شنو درسته ويعني شنو اللي استنتجته ولا الملاحظه بكتبها على عدالها، لا الطريقة شوي مرتبة أكثر، يعني ممكن زملائنا القانونيين هم أوريدي دارسينها وعارفينها، إحنا ما نقدر نتعلمها كإداريين
إلا بالشهادات العليا لما يكون أنت المفروض أنت بروحك اللي تكتبين التقرير وترتبينه. حصلت على شهادة CMA، شهادة المحاسب الإداري المعتمد، شهادة معترف فيها عالمياً مهنياً في مجال المحاسبة وبالذات المحاسبة الإدارية. حاصل على شهادة PMP مدير مشروع محترف والسيسة مدقق نظم معلومات معتمد. ساعدتني شهادة PMP مدير مشروع محترف في إدارة مشاريع مختلفة في إدارة المعلومات مثل تطوير الشبكة اللاسلكية وتحديد الاحتياجات اللازمة في إدارة المعلومات لتطبيق الأجهزة الذكية. تجربة اجتياز اختبار PMP محترف إدارة المشاريع كانت تجربة حلوة وايد ومفيدة جدا، ابتداء من مرحلة تعلم معايير وطرق وأدوات إدارة المشاريع المعتمدة من معهد PMI، مرورا بتطبيق هذه المعايير في العمل، وانتهاءا بالعمل على تجهيز للاختبار. وتساعد شهادة PMP في إدارة المشاريع بالوقت والميزانية المحددة. وشهادة السيسة مدقق نظم معلومات معتمد ساعدتني الشهادة هذه في مشاريع مكافحة الكوارث وإدارة المخاطر ومشروع تكامل إجراءات نظام إدارة الجودة في إدارة تقنية المعلومات مع متطلبات الإطار الوطني بحوكمة تكنولوجيا المعلومات. صارت في عندي قدرة أكثر، قدرة أكبر في التحليل، في التحليل في دراسة المواضيع خصوصا عندنا في الرغبة المسبقة، وقدرة أكبر أيضا في اتخاذ القرارات والتعمق أيضا في دراسة المواضيع. مجال تقنية المعلومات هو مجال يتميز بالتطور السريع والمستمر، لذلك الدرجة العلمية والشهادة المهنية وفروا لي فهم عميق ودقيق على المستوى النظري والعملي في مجال تقنية المعلومات، كما وفرت لي الشهادة المهنية الاطلاع بشكل مستمر على أحدث المعايير الدولية في مجال عملي. تعينت بالديوان سنة 2015 ولله الحمد أتيحت لي الفرصة بالالتحاق بلجنة التقرير السنوي بأول سنة تعيين. اشتركت في عدة لجان وفرق عمل خلال عملي في ديوان المحاسبة، ومن أبرز اللجان لجنة التقرير السنوي ولجنة التدقيق الداخلي. أنا عضوة في اللجنة الرئيسة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة 2016-2020. هالتجربة هذه فادتني وايد من خلال تبادل المعلومات واكتساب خبرات مع المدققين الكبار والإشرافيين، وهذا الشيء يعني وايد أضاف لي من ناحية فنية ومن ناحية كتعامل مع المستويات الوظيفية المختلفة. استفدت من اشتراكي في اللجان وفرق العمل في تبادل الخبرات والمهارات بين الأعضاء، وهالشيء هذا ينمي مهارات الشباب ويأهلهم ويعززهم أن يمسكون مناصب قيادية في المستقبل. أنا يمكن تخرجت من كلية الحقوق تخصص قانون، التحقت بلجنة التقرير السنوي، اطلعت على أمور مالية واستفدت من الخبرات الموجودة، ويعني اكتسبت منهم بعض الأمور، المواد المالية، الميزانية الحكومية، الميزانية التجارية، وهذا الشيء هم فادني وايد لما أروح أنزل الجهات. تحقيق مبدأ التعاون والمشاركة بين أعضاء الفرق واللجان. من ناحية شخصية يمكن الرغم من أن فترة تعييني كانت جديدة اكتسبت علاقات مع أشخاص كثيرين، وهذا الشيء فاد من ناحية فنية، إذا احتجت سؤال يوم من الأيام، إذا احتجت أبحث موضوع معين إلا أنا عارف إذا الشخص الفلاني يتقن الموضوع الفلاني، الشخص الفلاني مميز بالنقطة هذه، بالتالي هذا يفتح لك مجال للبحث، يسهل على المدقق مراحل تطوير نفسه. رسالة اللي حابة أوجهها للشباب اليوم: الحياة بدون هدف ما لها طعم، ليكن هدفك التالي الحصول على شهادات عليا والارتقاء بمستواك الأكاديمي. تعليم ما له نهاية ولا له عمر ولا له وقت الواحد يبدي فيه. الواحد من يحس أنه هو يبي يطور نفسه على طول، من يعني ثاني يوم يبلش بالخطوة. كل نصيحتي حق أي شخص تتاح له الفرصة للمشاركة باللجان ما يضيع هذه الفرصة ويستفيد منها كثر ما يقدر. إن ما يخلون أي شيء أو أي شخص يحبطهم، ممكن يواجهون عدة مشاكل، ممكن يواجهون عدة صعوبات، ولكن الوصول إلى الهدف النهائي يسوى تحمل كل هذه المشكلات والصعوبات.
فصراحة أنا أنصح إخواني وبالأخص إخواني الشباب أن يهتمون بالحصول على الشهادات المهنية بشكل عام ويأخذونها خطوة بخطوة، وترى ما في شيء صعب. أنا دائما أشجع إخواني الشباب في الحصول على مثل هذه الشهادات لتطوير ذاتهم والحصول على مهارات جديدة تفيدهم على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني، لأني أنا أشوف أن أفضل وسيلة أن واحد ممكن يطور من نفسه ويكسب مهارات جديدة هي الحصول على الشهادات المهنية. أحث جميع زملائي وزميلاتي للمشاركة في اللجان وفرق العمل والأنشطة والفعاليات اللي يقوم فيها الديوان، لأنها تعتبر فرصة نتبادل فيها الخبرات ونتنمي مهاراتنا وتكسبنا خبرة عملية. أنا بالنهاية فرصة ذهبية، يعني من ناحية فنية، من ناحية حتى التعامل مع الأشخاص، من ناحية إدارة الوقت، إدارة الضغوطات. أحثهم على حضور البرامج التدريبية والمؤتمرات في جميع التخصصات، لأن هالشيء رح يطور من معرفتهم وتخلي المدقق مواكب لأهم الأحداث، وهالشيء رح يساهم في تحسين وارتقاء عملنا الوظيفي. اغتنموا الفرصة، الفرصة احتمال تجيكم مرة واحدة بالعمر، فاغتنموها، بادروا، بحثوا، درسوا، تعلموا، طوروا من نفسكم. أنصح دائما بالبحث عن المعرفة بجدية وبشكل مستمر، لأن المعرفة هي القوة ومعيار لقياس مستوى تقدم الأمم. أنصح أخواني وأخواتي المدققين والمدققات المشاركة في مسابقة البحوث، سواء على مستوى الديوان أو على مستوى مجلس التعاون، وعكس هذه الاستفادة في مجال العمل الرقابي. أنصح جميع الشباب العاملين في ديوان المحاسبة في خوض غمار هذا التحدي، وأن يحط الهدف مو بس الفوز، الاستفادة العلمية والمعرفية، لأن أنت اليوم إذا تملك معلومة أنت تملك سلاح. مفهوم الشباب بالنسبة لي هو طاقة. الشباب هم الفكر، هم القيادة، هم. أنا بالنسبة لي الشباب إبداع. إبداع تغيير الأفضل. الحيوية والعطاء. المثابرة والأمل. الشباب هم العزيمة. النشاط. هم الدافع. نظرة مستقبلية، هو إيجابية. الإنجاز هم الطموح. أشوف المستقبل قدامي. يتحملون التحديات والضغوطات في سبيل أن يحلون المشاكل الموجودة عندنا اليوم.